بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء وما كان
بشر أن يكلمه الله إلا وحيا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب لله ملك السماوات يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا لمن يشاء إناثا
إذا وقعت الواقعة
لوقعتها كاذبة خافضة رافعة وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم لوقعتها كاذبة
كأمثال اللؤلؤ
وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير ولحم طير مما يشتهون وحور عين ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا فجعلناه
لذي حجر
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
Oh,
عتيق وزيارة قبر نبيك محمد الأمين. اللهم سلم إخوان الحجاج والمعتمرين، اللهم أمنهم في بلدك الأمين، اللهم أمنهم في بلدك الأمين، اللهم أمنهم في البيت الحرام والمشعر الحرام، وارزقنا وإياهم صلاة عند الركن والمقام برحمتك يا عليم يا علام. اللهم انصر إخواننا المرابطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين على اليهود الظالمين، على اليهود الغاصبين، على اليهود الغاصبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا دعانا وانصر إخواننا المستضعفين.